بكل الحب نلتقي أحبتي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الفني أهل الفن، حيث نستضيف لكم فيها نجم الصاعد صاحب الصوت الشجي. هو فنان بكل المقاييس ورثها من أب عن جد. في هذه الورقة سنتعرف على ضيفنا ونعود. الفنان الشاب حسن أول محمد سالم للميداح من مواليد العام 1997 بالعاصمة نواكشوط، وقد واصل تعليمه إلى أن وصل مستوى البكالوريا وحصل على شهادة في معهد الموسيقى الإسباني 2013. وإن كان الفن والموسيقى والشعير الفطري الأمر الذي ربما طغى عليه أكثر للتفرغ للفن ولا شيء غير الفن، وقد شارك الفنان الصاعد حسن في الكثير من المهرجانات الوطنية والدولية وأنعش الكثير من المهرجانات والاحتفالات، فضلا عن كونه عازفا ماهرا على آلة الأورغ حسب العارفين به. ويعد حسن واحدا من الفنانين الشباب الذين فرضوا أنفسهم بين نجوم الفن الموريتاني في أكثر من مناسبة، وإن كانت المحافظة على النجومية في بلاد النجوم والفنانين تتطلب المزيد من العمل والتمرن المستمر لتبوء الصدارة أو على الأقل التقدم على قائمة كبار الفنانين الوطنيين. مرحبا بك معنا الفنان المتميز حسن نور محمد سالم الميداح. يا مرحبا بك، شرفتنا في الحلقه الليله. يعني بيك حسن، له نبدا معك بسؤال. انت هو الطفل المدلل في الاسره من طرف صباح ومحمد، وطبعا الاخوه الاخرين حفظهم الله حفظهم الله. قول لي شنو السر وراء ذلك؟ اولا راني نسلم عليكم ونشكرك على هذه الاستضافة الليلة اللي الله اللي مشرفتني لها. غاية الشرف. نقول هذا السؤال قاعد له ما هو بتقيدي حتى إذا سولت جاوبتك عنه. يا قال أعرف عني أنا، هو الصغير وتو قالي. لكن خسارة نبقى نعرف سرها. شنو كانوا عن برور؟ والله كانوا عن طبعا دار برور. الحمد لله. حسن من ذرائي كانك من مواليد التسعينات ولا الثمانينات بالتحديد؟ لا التسعينات. ملي كنت طفل عنده في صقر وتماري قط قال عليه. شنو تماري قط قال على حسن؟ قط قالت لي والدتي خليها ان شاء الله. كلمات يقولوا تحجري وتوف يوم ليك انتهي ضروا منها مقطع شوي انتهي تذكر بي الصباح ومجهد التحية بيهم والله لا لا يتغنين بيهم على مبالة طبعا تذكر بي الصباح رانا مجهد التحية والله دا مجهد التحية لحقا لثواب الحلقة كانت تقول لي خليها لي ان شاء الله. انت يا كنين انت يا كنين ما نكي بترك الاخرين تا يا كنين 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 ما انا كيف اترك الاخرين زين حسن زين احمنهم مجتمعين وما علم منهم وزين دين لك تحشري بالاخر ما يقال زين زين. من درا كان حسن في حادث ونادى الحافل فيه مبكى وحافل فيه الرشيد، ايهم اللي يختار حسن؟ اختاره بالله الاثنين شوي ذاته ايهم يحس حسن بذاته وقته وماشي معاه في حفله. لا توحني نحس فيهم الاثنين تبارك الله وانك عندي لابد منه لكن لا قدي ومن هو ايهم زاد بالبركه عليهم ورانا موجهين له تحيه مولي في الحلقه الليله. ايهم نتاثر انت به تبارك الله بطريقه لبسه بطريقه عزفه بطريقه قناه كلهم نتاثر به واحد طريقة القناع تأثر من الرشيد مهما كدينا نوح لك مع رشيد العزف مودينا تأثر من بك الله زين. من ترى ذاك رجاج الدي يسمع له حسنة في الدار مين يقضب حتى ويحس على انه طلعت له المجبنة من هو يقدي سكنه ده هو وحده نسمع لهم كاملين من هو والدتي خلي هذه الشر هذا قد الشيء ما عدلته معنى انك مين تغضب حتى يقد حد يقول على انك تصنعت اللي تريد الدار لا صباح. لا من هو الفنانة والفنانة اللي ينهلوا حسن خارج أسرة أهل ميداح؟ والله اللي ينهلوني الفناني كاملي تبارك الله أخوتي كاملي لابد من يعود فن فنان طبعا أنت مقتدي بهم وينهلك خارج أسرة أهل ميداح فتبارك الله الفنانين الأخرين إن شاء الله ما فيهم أحد ينهلني زين عندي حس
الله تبارك الله. ما فهم حد خاص؟ ما فهم حد خاص أنا. زين. نبقيهم مدي كاملين، نوجه لهم تحية كاملة. ما كاملين. عندك حد إلى سمعته له تعود أنت تبقي براسك تقلد دور مقطع غنائي من فنان تقلد أن أنت طبعاً يعودينه لك خارج أسرتكم؟ شوفي يا دامد تنقول لك اللي توحليني انا قلدهم كاملين زينين عندي حسوس تنفر كاملين هذه محدده زين عندي حسوين هو اني كلهم هو اني وحده زين معنا انك ماناك مسمعنا ليش؟ لا زين من تراك كانك حسنا من الناس اللي تنهلوا الاغاني الشرقيه الله موسيقى شرعيه شرقيه الله يتبارك الله اللي ينهلوا من هو الفنان او الفنانه اللي ينهلوك منهم؟ الفنانة تنهوني أم كلثوم والفنانة عالميا أم كلثوم ينهوني الفنانة ماجد المهندس الله ندورو تقلد لنا أم كلثوم والله ماجد المهندس بمقطع شوي على مبادلة نقلد لكم نحاول نقلد شوية الله زاد نغني له موال شوي اللي هو الأغنية اللي هو ماجد المهندس لانه اصلا انا زين عندي ذاك اللي يقول قانيها تذوق منهم هي مذوق منهم اوكي يلا تفضل شلونك حبيبي مشتاق لك مر عمري كله حبيبي وانا اتخيلك وعدك مليان جروح بكرة تجي وتروح لا تقول لي وين اروح لو احتاج لك زين زين هذا ما قلت تبارك الله حسنا عندك جوانب فيهم مواهب خاصين بحسنا اللي هي نذكر منهم واحدة وانت لي تذكر لي واحدة الله حسنا عازف كبير هذه قد عدوا مشاهدين ما متعرفين عليها لي تذكر لي موهبة عندك ما يعرفون المشاهدين موهبة ما يعرفون المشاهدين هو أول مرة وحصرية عود قط كنت في الصقر رقاص قط كنت رقاص قط كنت ولا تتقعنا أتمنى أن أقول أعركم أرجع تخلطوا كرعي أدرنا عنك ما دي تمارسي كل لا 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 ما عندك أي موهبة أخرى زين أنت طبعا عنك تتمتع بموهبة العزف أين بدأت تعزف على ذي الآلة؟ آلة الأورك طبعا بدأت نعزف صغير يقارب نعزف كنت الآلة كم كان عمره؟ كنت ماني فاقد بار يقارب بعد نعوان ديم السينك هيك سانة فتت لباس أخبر يقار كنت نروق الآلة الأغاني الشرقية ما كنت نخبط قاع أبدا نخبط البيضان. زين قول لي حسن دائما تجمعك مع أهلك مواقف طريفة تضحك ومن دورك تذكر لي منهم واحدة والله ثنتين. لكن ساخينا بي حسن. مع الأهل ولا الأصدقاء؟ مع الأهل والأصدقاء بصفة عامة. شو هم المواقف اللي قد خاض عليهم حسن يضحكوا؟ قد ضحك قدام راسي بعد ايه تضحك قط تميت معدل هو لاصدقاء عندي وراني بعد موجه لهم تحيه ناديني في الوادي ومشاو بيا شورا كباني وقعدنا في خايمه تميت قابل ورقي تنهول كساعة فتحت فليا لين بتت الين شات داخل من تحت الكورير تلاقي الشهاده يقول لها دبي هذه حدا منها كبيرة ولا تحلمون أنا أنها مقموزة علي يبي هذي قامت وعدتني اللي أنا معينتني زين وذناء الموقف الورود كبار خيت عني الورود وقمت وقمت الأربع ولا ردني ما هو بدرهم زين عدوا مني فيديو باطن زالي لبرك كاردين ذكرى ان شاء الله ما يطول لك التلاتة شنو هو ما يخسرش هاني موجه لهم تحية كانوا يعطوني ذا الفيديو كانوا يبثوا للمشاهدين اهل الفن ليه تقول لي موقف اخر قطش معك مع الاهل الاهل دائما تبارك الله يا شنو موقف طريف قد دخلت عليه معهم يعني كبار
الاهل الله عاد يخلي ذاك اللي شارهم ما قد يذكروا يقدم زين اللي نتخطاه لكم سولوك عن شنو اكثر شيء يخلع حسنا انا بصفه عامه انا اللي المجاني والاكلاء اهل ما في منهم ساعه زين لا الحق وتسوف هذا المجاني لا المجاني حد يسدك حسنا منه حاضر زين راهي نسولك حسنا يا كانك قط قبض منك الموت رقاش عزيز عليك بخيتي هي قاسمة الحياة قال والله إلا أصدقائي الله يرحمهم إن شاء الله وقريبا أمل زين والله سنبقى مع ذاكرة أهل الفن اللي نعرفهم فيها وراجعين صوت فني شهير طالما شنف آذان عشاق الموسيقى الموريتانية وتغنى بأغاني النضال والحماس فأصبحت صاحبته عملة نادرة في زمانها إنها الفنانة مني نمت المختار ولي الميدة ولدت الراحلة عام 1963 في قرية الشرات التي تبعد 7 كيلومترات عن مدينة المذرذرة بدأت مشوارها الدراسي في مدرسة الشرات الابتدائية كما ولجت عالم الفن والغناء مع والدها الموسيقار الكبير المختار ولي الميداح رفقة شقيقتها المعلومة وهي في 15 من عمرها فبدأت تغني وتقلد فنانات عربيات مثل فيروز وصباح وأكملت مسيرتها الفنية رفقة إخوتها عرفات والمعلومة امتاز غناء الفنانة الراحلة بالمدائح النبوية فكانت نجمة المديح النبوي ورمزا للأغاني النضال والحماس عرفت الفنانة الراحلة بين أهلها ومعارفها بحسن الخلق وحب الخير ومعاملة الناس بالتي هي أحسن وظلت على ذلك النحو فنانة عشقها الجمهور واستمتع بغنائها وأدائها الفريد وفي عام 2009 رحلت الفنانة المحبوبة منينة مثل المختار ولي الميداح عن عالمنا الزائل إثر حادث سير تعرضت له على الطريق الرابط بين مدينتي نواكشوط ونواذيبو رحمها الله وأسكنها فسيح جناته أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام رحمة الله على منينة مثل مختار ولي الميداح بما أنها عمتك حسنة ولي الميداح دعوك تعلقنا عليها شوي عن جانبها الاجتماعي وجانبها الفني صلى الرحمة والغفرة منينة مثل مختار الميداح كانت امرأة بلا نزيل كانت امرأة لا قمتها إن شاء الله من عيون مقيم كانت امرأة خالوقة وبشوشة ومنك مع الناس كاملة الله يرحمها إن شاء الله الله يرحمها إن شاء الله آمين من ترى كانك متفقد أغنية لها والله ندوروا منه مقطع شوي على موبايل تقلتها أنا به عندي أغنية تقول عندكم يا حلو يحلو السمر سمر حب ذلك السهر ما هي ضابط كبار كلماتي غير بعد كنت بالصغر زينة عندي حتى ما أنا قد تقلت هنا زين لهي نرجعوا لدردشتنا ولهي نسولك عن وسائل التواصل الاجتماعي من دراي كان حسن من الواقش المدمنين على سناب شات بلخص صلحك تصبح عليه وتمسك لا بدي أعمل من درا وصلت لدرجة على سناب وصلت لمرحلة الإدمان على سناب والله زين كم من الوقت تقريبا والله كم من مدة قد حاس انه يبتعد عن السناب فيها حاس هو به انه قد اخر وقت قد يفوتوا عنه لا اوقات طبعا الدرقد اوقات الفريضة اوقات مدي دي عاطي حد لهلو ساعتهم عليه حتى ان قاعد وقت الاهل عينا شوي نديروا سنابات لجماعه الدار هذاك دائما يدمر تقول والله من دراني انا يمتسح تطبيق سناب شات شنو هو التطبيق اللي تختار عقبه ديريكتوم نرجع الواتساب واتساب معنا عندنا كتار بسناب قبل واتساب ايوه
زين حسنا ليه نسوي لك كانك تؤمن بالعين. العين الله اللي نؤمن بها واللي حالف عليها دار خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. واللي قال العين حق من والله انها لحق. من درا كانك خالق والله من درا كانك من 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 الفنانين اللي يعتقد عن وسائل التواصل الاجتماعي تساهم في نشر العين والحسد. نص الحق. من الفنانين اللي يعتقد. اختار مدد بعدها كامل لابد منها بيد يكسري تشغل اركات اللي على الوسائل التواصل الاجتماعي. شنو الدور اللي لعب حسن في توعية وتحسيس ضد جائحة كورونا؟ قط عدت لها اغنية اغنيتين قاع واحدة لي انا وحدي واحدة جماعية. اغنية جماعية مع بعض من فنانين الشباب والله ندور منهم شوي مقطع لمبالا واحدة منهم ما تخلي لينا ندور شوي منها بعد درك مقطع واحدة من الاغاني اللي تختار لي واحدة منهم تقول لي منها شوي درك على مبالا للمشاهدين الله احفظنا من سقم النوبة واعطينا عيشة محصونة الله برد القلوب راهي عاد تمشطونة الله برد القلوب راهي عاد تمشطونة زين 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 من ترى كان حسن من الشباب الفنانين اللي يقوموا بعمل تطويعي في احدى الجمعيات والله يعني انا خيريه انا في جمعيه عندي مساهم عضو فيها عضو فيها هي جمعيه بالخيرين عالو زين والله من ترى شنو الطريقه اللي يشوف بها حسن مستقبله لهنا نعطوك الخيارات فنان مشهور عالميا فنان مشهور لإحياء المناسبات في موريتانيا فقط. تعتزل الفن وتصبح موظف سامي في الدولة. لا فنان مشهور عالميا. تختار تعود فنان مشهور عالميا. هي الهامت إن شاء الله. زينة من درا كانك تختار تعود رجل أعمال نقولوا نحن تشاب تشاب. والله. تختار عنها مشهور مودي نختار ذي من 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 الاحتمالات كامل قد يخلط غير مودي نختار فنان مشهور عالمي تختار عن حقبة تعود تشوف تشوف حقبة نتمنى لك ياسر التوفيق في مسيرتك الفنية وفي حياتك ان شاء الله وفي مستقبلك الله يجازيك الله يجازيك وبرك طبعا عن المشاهدين اللي عودوا له في فقرة تغني لي دايما نخلوكم معاهم تقدم لهم اغاني من انتاجك واختيارك الله ان شاء الله
مركبا وخيوله لا تخجل مني في هذه فرصتي ليكون بين العاشقين رسولا. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. مقط نسيت اللي نقصات بغيو عخاطيها عماني مقط نسيت 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 اللي نقصات بغي عن خطيه عمان غير اللي ما نبقي حد ما قط نسيته انساني حسنا غيرك لا قلنا اللي منهم في الخارج راح نذكر الله. لا يا 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 يا
يقول ما قلنا زي المكر سيعلم الجمع من منظم مجلسنا الدرين أنني خير ما تسعى به قدم وصل يا تزين صوان اللي قلتوا ما هو معقول وصل يا تزين صوان اللي قلتوا ما We'll be right back.
يسمون ما يشينا لك سجاد عنا ولك يسلم سبب واللي تخبط ما هو معتاد انك زين اللي بطدقون واللي تخبط ما هو معتاد انك زين اللي 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 زين انك زين اللي بطدقون طلب ربي يرزقني بيه يرزقني بيه ولا كاتلني بالتخمام طالب ربي يرزقني بيه اللي تبقي وذني 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 سمعت اللي تختي عيني شافت اللي تبقي وغني حتى يا قيل وانا ظالم حسن لبعد الخطيه شورك هذا شورك هذا شورك هذا شورك هذا شورك هذا قلنا الاشواق يا حسن لبعد الخطيه ودي خاطيك من الشعاب انا هذه ما عيني فيه
قبيل بلين وسقر راني بقى قلبي متعلق تجنبني الأبات الأبات ما دمت سالما وأنجو من الرعاة ساعة أقبر وأنجو من الرعاة مدح ما خسر ايلال مرضة للرب ايلال تعالوا يا الشكارة ايلال مدح للنبي ايلال تعالوا يا الشكارة ايلال مدح للنبي ايلال الصلاة والسلام مرضة للرب اي دادا تعالوا يا الشكارة اي دادا انا مدحو اول النبي اي دادا تعالوا يا الشكارة اي دادا انا مدحو اول النبي اي دادا تعالوا يا الشكارة اي دادا انا مدحو اول النبي اي دادا أنا
الصلاة والسلام. هذا حسن تبارك الله ما قد قال قلت لي تبارك الله وشرفتني في الحلقه الليله. شاكرتك جزيل الشكر على قبولك دعوتي الليله. شكرا ودرك. وصلنا لنهايه هذه الحلقه مشاهدينا الكرام وراني شاكره الفرقه اللي كانت معنا الليله الموسيقيه كان على اله الاورغ مبكى ولد ميداح وراني شاكره فريق العمل الذي انجز اشرف على انجاز هذه الحلقه. الى ان يضمنا واياكم لقاء جديد دمتم في رعايه الله. Thank you.